ورجعنا مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل ومع فقرة مهمة جدا هيكون فيها مفاجآت قوية. هنتكلم عن الجمال وعن التجميل، أي ست محتاجة إن هي تعرف معلومات أكتر عن التقنيات الحديثة في مجال التجميل، هتعرف كل ده النهاردة معانا وبشكل عملي جدا في فقرتنا مع ضيفتي اللي منوراني دكتورة شيماء منصور، استشاري أمراض الجلدية والتجميل. ازيك يا دكتور؟ عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ معانا مفاجأة قوية جدا النهاردة للسادة المشاهدين وكل جمهور المحور. أنا مش هقول عن المفاجأة دي، خليها كده يتفاجئوا بيها. التقنيات الحديثة في عالم التجميل بقت كتير جدا وبقت منتشرة بشكل كبير جدا، وبقت بتوفر وقت ومجهود كبير على الشخص أو على المريض، صح؟ بالضبط. التكنولوجي كل يوم في تطور، ما بقناش واقفين عند حد، لا أكيد كل يوم بتطلع فيه الشمس أكيد بيبقى فيه جديد في تجميل البشرة والجلد والشعر. الحلو في التقنيات ديت ان احنا ما بقناش زي زمان بنضطر نعمل عمليات ونقعد في البيت ونستنى فتره نقاهه عشان بشرتنا ترجع طبيعيه ونبدا نمارس حياتنا، لا الجميل ان التقنيات ديت ما بتاخدش في عمايلها دقائق وبتقدر السيده تمارس حياتها وهي ماشيه عادي طبيعي جدا، وبتظهر في السن 5 سنين 10 سنين. ده بيعتمد على هي جايه لي في اي مرحله من مراحل الترهلات او التجاعيد او المشاكل اللي حصلت في بشرتها. طبعا كل ما جينا بدري كل ما النتائج كانت اقوى يعني، واكيد حتى السيدات اللي بيجوا في سن كبير ليهم حلول. لا والرجاله كمان ولا ايه؟ والرجاله ليها نصيب كبير يعني، مش هنقول ليها نصيب الاسد، ما شاء الله دلوقتي بيترددوا على العيادات وبيهتموا بالبشره وبالشعر يمكن بنسب متساويه من سيدات. فهي مش مقتصره على سيدات، لا يمكن ستات بيوت كتير جدا تقول لك انا اروح بتبقى خايفه شويه، بتعود على الشكل الروتيني، لا انا ما اروحش عياده واعمل حاجه في بشرتي اخاف تسيب كدمه تسيب اثر. مفيش اي اثر خالص للتقنيات الحديثه. بصي لازم نغير المفاهيم، ان كلنا حلوين اكيد متفقين على هذا، بس ده لا يمنع ان احنا نبدا محتفظين بالشباب او بالجمال، ده طبيعي مع الارهاق، طبيعي مع سننا، طبيعي مع الجينات هنبدا نكبر، ده شيء اساسي، مع الاسترس ان احنا عايشين فيه، مع البيئه الغير متوازنه هنكبر، ده اكيد. فاكيد كلنا محتاجين حاجه، احنا حلوين بس محتاجين نحافظ على الجمال ده بشكل او بطرق مختلفه، ده لا يمنع ان احنا في تغيرات هتحصل في بشرتنا فهنبدا نرجعها للاساسي. فانا عايزه الغي مصطلح عمليه تجميل، ان احنا بنعمله ده ما اسمهوش عمليه تجميل، انا ما بغيرش شكل سيده من شكل تاني فالناس مش هتعرفها. ودايما بقول ان لو انا غيرت سيده واللي حواليها قالوا لها انت عامله كذا او كذا، ده يعني فشل للدكتور مش نجاح لي، اللي انا اعمل حاجه باوفر كوركشن فيبان للناس اللي حواليا اللي انا عمل. لا هو الشطاره او الحلاوه اللي انا احط الحاجه في اماكنها اللي مستاهلاها ببوينتس معينه. مثلا تقنيه الفيلر من اكتر الحاجات اللي بتخوف الناس، اول ما اقول فيلر لا ليه هتنفخ؟ لا انا هتبقى شفايفي طالعه لبره، انا خدودي هتبقى كبيره. ايوه انا ملامحي هتتغير، ودي دايما فكرته عن الفيلر. لكن انا الفيلر ده انا ممكن استعمل سرنجة فيلر واحده او سرنجتين بس اعمل بيها نحت الوش كويس جدا. ده يعتمد ان انا احط الكميه في المكان المناسب ليها عشان ابقى انا عارفه انا عايزه احطه ليه عشان اعمل بيه وظيفه ايه، لكن مش صح ان انا افضل انفخ وكلكع في الوش واحط حاجه من دي فيبقى شكله فيك. يعني مثلا لو هتكلم عن الفيلر في نحت الوش، دايما دايما مع السن بيحصل تغيرات في الوش، مثلا بتلاقي الخدين بيبقوا موجودين بس مش مرسومين نزلوا، فانا بالفيلر سن برضه وملهاش يعني ممكن ناس تخس. بالظبط، انا باجي احط الفيلر بحطه في بوينتس معينه عشان اعمل بيه رفع مش عايزه اعمل بيه نفخ. التمبلت دي من اكتر الاماكن اللي بتفضى عندنا، فبنرجع نحقنها فيلر. ممكن يبقى مع السن تحسي ان لما وشها خس انفها كبر. هو الانف ما اتغيرش حجمه بس هي ملامح الوش اتغيرت مقاييسها معاها. فانا ببدا بالفيلر تاني، مثلا املا الخدين في بوينتس معينه، اقفل فتحه الانف من الجوانب، برجع اوقفه تاني فيبدا الانف شكله يصغر مع ملامح وشها، نكبر الدقن حاجات بسيطه مش كتير في بوينت معينه، نرسم الشفايف رسمه جديده، فكل الملامح مع بعض يحصل لها تناسق من تاني فيبدا الوش يركب بشكل حلو وتبدا ترجع للي هي كانت عليه. برضو البوتوكس من الحاجات الناس بتخوفها، ده انا هبقى ماسك فيس مش هعرف اتحرك بحواجبي، مش هعرف يعني مش هعرف امثل بتعبيرات وشي، ده برضو غلط. انا لو حطيت بوتوكس بوحدات معينه في الوجبه هفضل محتفظه بتعبيراتي بس هشيل التجاعيد اللي كانت فيها. ولكن هنا ده بيعتمد على خبره الطبيب. الدكتور اللي قدامها في تقييم البشره هي محتاجه ايه بكميات ايه ببوينتس ايه وبنوع ايه، اهم حاجه والكواليتي بتاع الماتيريال. فيلر بوتوكس الحاجات دي متاحه في مناطق كتير جدا،
مكان، بس لازم نختار المكان الصح عشان ما يحصلش حاجه في بشرتنا. طيب احنا هنروح نشوف تقرير، والتقرير فيه مفاجاه، وبعد التقرير هيكون فيه مفاجاه اكبر. هنروح نشوف التقرير ونرجع لكم مره ثانيه. انتظرونا. انا شفت الدكتوره شيماء على التي في، وجيت عندها على المركز وشافت بشرتي انه متدمره، وشرحت لي ايه الموضوع، يعني شو حتعمل معي. انا لازم اعمل بوتوكس، فيلر، خيوط هون، فيلر بالايدين، شغلات كثيره. بشرتي مدمره وهي حتعالج لي اياها. النهارده انا معايا سيده بتعاني من شويه مشاكل في البشره. اول حاجه لو بصينا في الجبهه عندها وحوالين العين وفي الانف بيبقى فيه خطوط رفيعه جدا، بتظهر اكتر لو هي عملت التعبيرات زي الضحكه او التكشيره او رفعت حواجبها، الخطوط دي بتظهر عندنا بشكل اكتر. زي لو قلنا لها اضحكي كده هنلاقي الخطوط هنا بتظهر بشكل اكتر، ارفع الحاجبين هنلاقي كل الجبهه بقى فيها خطوط. في مشكله تانية بتعاني منها السيده، ان مع السن مع عوامل البيئه مع الاسترس اللي عندنا بنعاني منه، بتبدا البشره تفقد من الكونتور بتاعها، فبيبدا الجلد بيحصل له ساجنج او تهدل من الجوانب. زي ما احنا شايفين كده هنلاقي الكونتور بتاع الوجه فقد، ما بنقدرش نمسك الجو لاينز او نعمل له تحديد بشكل واضح، فنلاقي الجلد نازل من الجوانب. احنا عايزين نعمل بالظبط زي ما ايدنا كده بتعمل، بنرجعه تاني لورا. عندنا هنا مع السن هنلاقي ان الجلد بيفقد هنا في الجوانب في منطقه التمبلت، هنا نحن بنبقى محتاجين نزود فيلر بس بكميه صغيره جدا عشان نملاها. عندنا مشاكل من المشاكل كتير اللي بنعاني منها مع السن برضو، الخطوط اللي بتبدا تظهر في الرقبه، وبتظهر اكتر لو نحن بنتحرك برقبتنا يمين او شمال، فبنرجع نحقنها بالبوتوكس بتقنيه البوتوكس عشان نعمل ارتخاء للعضله اللي هنا، فالخطوط اللي بتبقى في الرقبه ديت بتختفي. هنشوف دلوقتي كل طريقه منهم ونحن بنشتغلها، ما بتاخدش دقايق. يلا بينا نشوف طرق الحقن وتركيب الخيوط. خلصت شغل البوتوكس والفيلر والخيوط اللي بتعمل ليفتنج، فبعد ما خلصنا كل الشغل ده مش طبيعي ان احنا نسيب البشره باهته او ما فيهاش نضاره، فبنكمل الشغل اللي احنا عملناه بخيوط النضاره، ودي عباره عن خيوط رفيعه جدا جدا، بتبقى خيوط بتركب في طبقات الجلد السطحيه، الغرض منها اعطاء نضاره وتدي تنويره للوش عشان يفضل الوش لامع وفي اللون الوردي، لكن هي ما بتعملش ليفتنج، هي خيوط سهله جدا في التركيب. ما بتحتاجش حتى شكه البنج الموضعيه، لانها بتبقى سن الابره اللي بيدخلها رفيع جدا، فالمريض اللي معانا ما بيكونش حاسسها. هنشوف دلوقتي هي بتركب ازاي في كل مكان. اخر حاجه هنعملها مع السيده هنحقن فيلر في الايدين، لان زي ما احنا شايفين ان مع السن الايدين بيحصل فيها كرمشه، بيحصل فيها ان هي بتفضى، فدايما الناس بتهتم ان هي تصلح الوش وبتنسى الايد، والايد هو اللي بيفضح العمر في الاخر، فعشان كده لازم نعمل حقن الايد مع الوجه عشان نبقى كملنا الصوره كلها. انا لما جيت عند الدكتوره شيماء من المركز بالاول كنت خايفه كثير، انه سمعت عن الخيوط انه مثل العمليه، وكنت يعني مثل اي حدا، بس لما جيت عند الدكتوره شيماء شرحت لي الوضع، والحمد لله انا عملت خيوط، عملت بوتوكس، عملت فيلر، بس الخيوط دي ولا فيها الم ولا فيها اي شيء، ما يعني بتحط بنج مثل بنج الاسنان وتشتغل عادي وكل شيء. واليوم انا كثير مبسوطه من شغل، ووجهي صغر، بشرتي صارت احسن، كل شيء صار فيا احسن، يعني انا مبسوطه، نفسيتي ارتاحت.
ورجعنا مرة تانية مشاهدينا بعد التقرير، ومعايا حالة آسيا اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي في التقرير. ازيك يا آسيا؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. يعني الدكتورة شيماء او المركز الطبي ما اكتفوش بس ان هم يعرضوا التقرير للسادة المشاهدين، كمان استضفنا معانا آسيا علشان تقول تجربتها. يمكن يعني الأسئلة اللي بتتسأل كتير جدا يا دكتور من الستات ومن الرجالة، هل في ألم؟ هل في وجع؟ في آثار ما بعد حقن بوتوكس، فيلر، خيوط؟ انا عايزه اعرف ده منك انت بقى، حسيتي باي وجع او اي الم؟ لا بصراحه لا خالص، مش باي شيء. لا. قعدتي مده قد ايه تقريبا بتعملي قعدت قد ايه يا دكتور تقريبا؟ نص ساعه، ساعه الا ربع. مده بسيطه قوي. كتير بسيطه. كنتي متوقعه النتيجه اللي انت وصلت لها دي آسيا؟ لا بصراحه لا، ما كنتيش متوقعه. الناس اللي بيجوا يا دكتور او المرضى، انا مش عايزه اقول هم مرضى، يعني ناس تبحث عن الجمال، بيبقوا كلهم متوقعين النتيجه دي ولا ما بيبقوش متوقعينها قوي زي آسيا؟ بس كل سيده بتبقى وهي جايه بتبقى عندها مخاوف كتير. اول حاجه انا هتوجع ولا لا؟ تاني حاجه انا وشي هيحصل فيه تشوهات بمعنى اصح ولا لا؟ ايوه، الخيط هيشف تحت الجلد. الخيط هتبان تحت الجلد، هتبقى مرسومه القصص دي كلها. تالت حاجه شكلي هيتغير وهيبقى الناس عارفين ان انا عامله حاجه في وشي ولا لا؟ هقدر انزل شغلي ولا هقعد في البيت اجازه طويله؟ دي كلها بتبقى تساؤلات السيده جايه وعندها المخاوف. طبعا كواجبي كدكتوره ببدا اطمنها، ببدا اشرح لها ايه اللي في بشرتها مشاكل وهنعمل ايه. لو انا هنتكلم معايا النهارده على آسيا، يعني آسيا ايه هي كانت المشاكل اللي بتعاني بيها في بشرتها؟ لو قسمنا الوش كده تلات تلات وهنبدا نتكلم من فوق لتحت احنا عملنا ايه. كان اول حاجه هنا في الجبهه زي اي حد مع السن بيبدا التعبيرات الحركيه تظهر اكتر، واحيانا بتتحول لحاجات ثابته. لا بس ملهاش علاقه بالسن برضه. ملهاش علاقه بالسن، في بنات صغيره بيبقى بدات تظهر عندهم، في ناس بتستعمل تعبيرات وشها بشكل قوي جدا. فمثلا بدانا معاها هنا في الجبهه وحوالين العين كان في خطوط حقنها ببوتوكس، ودي ما بتاخدش حقن ببوتوكس دقايق، بإبرة رفيعة جدا. بعد كده ننزل شوية الأنف، هنا كان في شوية هنا زي كسرة حتى هتبان في الصور. احنا عايزين نشوف الصور معانا يا جماعة دلوقتي، نجيب الصور قبل وبعد. هنا هنا اتعرضت. الانف كان يعني بصي من الجنب كان في شويه كسره، دي وقفناها بالفيلر اللي في الانف، ورفعنا الانف من تحت برضو عشان نعمل تصغير، وحقنا من الجوانب بتاعه الانف. يعني انا شايفه ان وشها نور بعد الفيلر والبوتوكس، بيدي نضاره. الفيلر بيدي نضاره لانه بيسحب جزيئات ميه من تحت. طب انا عايزاكم تثبتوا لي الصوره دي، معلش ممكن تفضل ثابته معانا شويه عشان عايزه اتكلم عن تفاصيل الوش. طب. قبل انا شايفه في الحته المنطقه اللي تحت يا دكتور بين السهمين كده كان في ده تهدد شويه. تهدد. بص لما نبدا من تحت كده كان عندنا الجو لاين نازل منه حتت نازله، دي تتركب فيها خيوط، وهنا خيوط اللي عملناها خيوط الليفتنج اللي بيبقى فيها خطة فاضة عشان ابدا اشد الجلد. بتركب في طبقه معينه في الجلد، اخر طبقه في الجلد وطبقه الدهون اللي بعدها. الفكره كلها خيط بيدخل واقوم شدها وقصها، ما بيبانش خالص. الصوره اللي احنا معانا الاسد دي في نفس يوم التركيب. يعني دي الصوره نفسها، يعني دي في ساعتها النتيجه، في نفس دي النتيجه في بعد الجلسه مباشره. لا النتيجه هي فدي في وقتها الجو لاين اتشد. نيجي نتكلم، بصي الشفايف انا مش حابه ان احنا نعمل حاجه اوفر كوريكشن. احنا محددين البورده، يعني احنا ماشيين على البورده بتاع الشفايف بس عشان نرفع البورده بتاعنا فيبان حاجة ان بسيطة. في كونتور للشفايف لكن مش نافخين الشفايف وهي باينه من الجنب، يعني حاجه بسيطه مش مزودين كتير. احنا بنعمل لمسات جماليه، مش حلو ان انا احط كتير. عشان انت كنتي متابعه مع الدكتور بقى وماسكه المرايه كده وبتقولي لها يا دكتور انا عايزه هنا وبتاع، يعني كنتي شايفه كل الحاجات اللي بتتعمل لك دي صح؟ اكيد. بس انا كنت عندي ثقه كتير فيها، يعني ثقه دي اهم حاجه. انا ثقتي كانت كتير في الدكتوره شيماء، دي اهم حاجه ان احنا ما نروحش لاي حد كده لاي مكان مش عارفين، يعني ما بنسمعش عنه، ما شفناش حالات لي. يعني انتوا دايما بتحبوا تعرضوا حالات لي عشان نزود المصداقيه للناس. عشان الناس تطمن. طب يا جماعه ممكن معلش تعرضوا لي صوره تانية علشان عايزين نكمل كلام عنها. يعني بعد كده الخد. الخد زودنا فيه بوينتس كتير، انا مش عامله نفخه للخد كتير، يعني حجم الخد مش ذات الاضعاف، هو الفكره اللي انا حطيت فيلرز في بوينتس معينه فرفعت الخد فعملت ليفتنج، ما عملتش اوجمنتيشن، ما عملتش نفخه للخد بمعنى اصح. الخطوط الرفيعه جدا اللي كانت حوالين العين وفوق الحاجب دي اتحقنت بوتوكس. حتى رسمه الحاجب لو لاحظتي كان اي براو نازل شويه بالجفن. لسه كنت هقول لك الفرق بين الحاجب اتشد اترفع شويه والحاجب نفسه رسمته اترفعت شويه.
يعني بصي هي كل اللي احنا عملناه تطشاط ما خدتش معايا نص ساعه ساعه الا ربع، بس كل حاجه لما اتحطت في مكانها رسمت صوره جميله للبشره تاني، وشكل الانف كمان اختلف. يعني لما انت عملتي الخدود شكل يمكن الانف بيبدا يصغر، لان هي ما انا بقول الانف ما بيتغيرش حجمه، بس هي فكره ان الوش لما بيبدا يتغير ملامحه وينزل الكونتور بتاعه بيبدا يبان ان في حاجات صغيره كبرت او حاجات كبيره صغرت. صح. هو اللي انا بعمله بعمل اعاده تشكيل او برجع للبشره كانت عليه تاني. لما مليت الخد شويه وحقنتي على جوانب الانف، الانف حجمه صغر مقارنه بالوجه. احنا لو جبنا صوره لاسيا من الوش، احنا شايفين من الصوره دي من الوش بالظبط. بصي هنا لما ركبنا فيلر، لما ركبنا خيوط على الجو لاين، الجو لاين نفسه اترفع لفوق، فانت تحسي ان تدويره الوش بعد ما كانت عريضه او من تحت او مربعه من تحت، لا هو الخيوط لما شدتها رسمت التدويره شكل التفاحه او القلب تاني. الوش تدويرته صغرت، يعني الوش تحسيه نور كمان. يعني هو ده على فكره، هي صغيره في السن، بس الشغل بقى يا اسيا والبيت والارهاق بياخد الواحد كتير، يبان على وشه. مش مؤكد منه يعني هي مش بالعمر تعملي هالشغلات. لا خالص. مش بالعمر. انت بتعملي هالشغلات يعني بتلحقي نفسك، بدل ما تعملي أربعة فيلر تعملي اثنين. يعني كل أربعة أشهر أنت بتروحي بتشوفي مع الدكتورة اللي محتاجته، ممكن بتقلك حقنة واحدة أو اثنين بدل أربعة أو ستة، يعني تلحقي نفسك على طول، يعني بتوفري وقت طويل. طب احنا طبعا. طب يا دكتور انت هتعملي حاجه دلوقتي؟ انا هي اساسا احنا ركبنا خيوط شد، عملنا بوتوكس، عملنا فيلر في ايديها برضو، لان يعني دي من الحاجات دايما بتتنسي. اخر حاجه انا سبتها مع المشاهدين ان احنا هنركب خيوط نضاره، خيوط الريجوفينيشن اللي بتدي اشراق، بتدي نضاره للبشره. هي التقنيه بتاعت الخيط حاجه بسيطه جدا برضو. الابره بتاعت الخيط رفيعه، يعني انا عايزه حتى الكاميرا تقرب منها ونوريها للمشاهدين. احنا عايزين هنقرب دلوقتي وانت بتعملي. يعني انا مش محتاجه حتى بنج موضعي. مش محتاجه، هي مش حاطه بنج. مش حاطه بنج. ولو هي شكلها مش خايفه يعني استخدمت الخيوط؟ ما كانش في اي وجع بصراحه. ما كانش في وجع، بس انت ما كنتيش اكيد متوقعه ان ما فيش وجع. لا ما كنتش متوقعه. احنا بنتسال ايه شويه. بتخاف يعني اكيد لما بتعرفي خيوط وهيك بتخافي. بس جربي خلاص. خلاص بس انت هي لهجتها مش مصريه. في ناس كتير من الدول يا دكتور بره غير مصر بيجوا. طبعا يعني اسيا انت عايشه بره مصر. انا عايشه بره مصر وشفت الدكتوره شيماء على التي في وخدت الرقم من التي في كمان وحكيت المركز يعني وعايشه جيت لعندها. يعني اسيا عايشه في بلد فيها تكنولوجيا كبيره، ويمكن هي ام الجمال في العالم فرنسا. لا ما هي احنا عايزين الاول نبدا نعمل لاسيا. بس انا عايزه اقول حاجه برضو يا دكتور، وانت بتعملي لاسيا كده، يمكن فكره ان انا اسافر بره في دول بره في اوروبا في امريكا في اي دوله بره عشان اعمل تجميل، دي ما بقتش موجوده قوي زي زمان بتهيألي. يعني دلوقتي احنا بقى عندنا احدث التقنيات والوسائل الحديثه في عالم التجميل كله. احنا دلوقتي الدكتور شيماء هتعمل لاسيا بدون ما فيش اي تخدير يا جماعه خالص او بنج، هتعمل لها الخيط النضاره. ده تنظيف الاول يا دكتور صح؟ اوكي. انا هشرح كده سريعا على اسيا. هي هنا الجبهه لما بدانا هنا حقنا بوتوكس في الجبهه وحوالين العين، اتحقن هنا فيلرز في الخدود بكميه صغيره جدا، اتحقن حاجات بسيطه في التشين برضو عشان نعمل تناسق تاني للوجه. التمبلت من الاماكن اللي بتفضى بسبب النوم عليها يمين وشمال فاتحقنت برضو حاجات بسيطه. الانف خد تاتش فيلر عشان نبدا نوقفه. الجو لاينز ده اللي ركب عليه الخيوط. اللي باقي لها حاجتين، خيوط النضاره اللي احنا هنعملها، والرقبه دي برضو هنعملها الاسبوع ده ان شاء الله، هي دي التاتش الاخير. طب يلا نشوف بقى الخيوط. الخيط زي ما احنا شايفينه كده معانا، حتى لو الكاميرا قربت منه بصي سن الخيط اهو. الخيط ده الخيط مش انا مش شايفاه اصلا. يعني خيط يعني هو ملحوظ عندي بس هو يمكن ما يظهرش قوي على الكاميرا. في دورية بيضة كده في الاخر بتوضح ان فعلا في الخيط. طب عايزاكي تحط لها بقى الخيط يا دكتور. بصي يعني لو قربنا من الكاميرا الابرة او الكانيولا فيها الخيط، دي خيوط نضارة مش خيوط شد خالص. زي ما احنا شايفينها الابرة رفيعة جدا، ما بتحتاجش البنج موضعي عشان نركبها. نشوف بقى دلوقتي هي دكتور شيماء هتحط الحالة اللي معانا دلوقتي الخيط من غير اي بنج او اي حاجة. زي ما احنا شايفين هي ما فيش اي الم خالص، يعني مفيش اي وجع خالص.
طبعا يا دكتور انت تبقى عارفه الطبقات اللي انت بتاخدي بالظبط، يعني انا عارفه انا نازله فين في الجلد، يعني راكب فين في طبقه الجلد، دي حاجه مهمه جدا. بصي الخيط طلع من الكانولا طلعت من غير خيط. زي ما احنا حسيتي باي حاجه؟ لا مفيش اي وجع خالص. لا لا. كانها بتحط ميك اب يعني مفيش اي حاجه خالص، اي وجع خالص يعني. هذا التجميل من دم الميك اب والشعر وكل شيء، يعني من الوسائل اللي بتبرز جمال السيده، مش بتغير ملامح ولكن بتبرز الجمال، وده احنا دايما بنقول كده يعني زي ما احنا شايفين كل شيء بينسق بعضه بالظبط. كل شيء بيكمل يعني بيكمل بعضه، مفيش اي. عجبني قوي ان هي مش حاسه باي الم خالص، وهي مش حاطه بنج او تخدير او اي حاجه خالص، يمكن المفهوم ده عند ناس كتير جدا، بس هي دلوقتي دكتوره شيماء بتغير لنا المفهوم ده. انا شايفاكي بتسحبي بايدك كده. يعني انا بدخل الكانيولا وبمسك بايدي واشد واسيب الخيط جوه واطلع. طب هل في اشكال مختلفه من الخيط يا دكتور؟ يعني انت دلوقتي دخلتيه بشكل عمودي شويه، انت ممكن تغيري شكل الخيط تحت الجلد؟ بس دي خيوط نضاره زي ما احنا شايفينها، الكانيولا اللي راكب فيها الخيط حاجه بسيطه جدا صغيره خالص. يعني بصي الكانيولا رفيع يعني الخيط ده مش هيركب الا بطريقه واحده، الستريت هيدخل عمودي على الجلد. ده عشان نضاره طبقة في نضاره. بقدر اركب منه في الخد 5 خيوط 10 خيوط زي ما احنا محتاجين للحاله. مش محتاج بنج موضعي، دي ممكن اي بنوته صغيره حتى مقبله على فرح تركبها، لان هنا مش هنعمل شد، انا بدي ريجوفينيشن، الخيط بيدخل وبيدوب ويبدا يحفز الكولاج، دي فكرته بس. في الخيوط الليفتنج اللي احنا ركبناها للشد ديت اللي بيبقى فيها اشكال مختلفه وبيبقى ليها اشكال مختلفه، بتختلف بطول الخيط، بتختلف بالماتيريال المصنوع منها الخيط وبعدد الخطافات اللي في الخيط، في منها كذا تكنولوجي، ديت اللي بقدر اتحكم في شكل الخيط وانا داخله بيه. انا كنت عايزه اكمل حلقه معاكي، الحلقه كانت حلوه جدا جدا، واتبسطت معاكي جدا، واتبسطت برضو منك جدا يا اسيا من جرأتك. انا كان معايا دكتوره شيماء منصور الشاري امراض الجلديه والتجميل والليزر، وكانت معايا اسيا الحاله اللي عملت تجميل بدون تدخل جراحي، وزي ما شفتوا معانا الحاله نتيجه مبهره. انا بشكركم جدا، وان شاء الله هنكمل في فقرات جديده. مشاهدينا لسه فقراتنا ما خلصتش، فاصل وراجعين ليكم على طول.